يقول السائل: تعلمون أن المسلمين اليوم في ذل وهوان، فماذا نعمل حتى يعود عز الإسلام والمسلمين؟ لا يعود عز الإسلام والمسلمين إلا إذا تمسكوا بالدين ورجعوا إلى دينهم، حكموا شرع الله سبحانه وتعالى. إذا حكموا شرع الله عاد لهم عزهم. حكموا شرع الله في كل شيء، ما هو في بعض الأمور دون بعض، يحكمون شرع الله في كل شيء يعود لهم عزهم. وأقاموا الجهاد، أقاموا الجهاد للكفار نشرا للدين وحماية للإسلام والمسلمين، يعود لهم عزهم. نعم.